هل خضع البنك المركزي لشروط الخزانة الأمريكية والفدرالي الأمريكي، وهل هذه الشروط يعني ستحد من تهريب العملة، أم أن الأمور كما توقع يمكن الالتفاف عليها والعودة إلى المربع الأول؟ هناك نوعان من الشروط، هناك ربما الشروط لا نقول السياسية أو غيرها التي تتعلق بالعقوبات، تتعلق برؤية أمريكا إلى طريقة الاقتصاد العراقي، الضمانات اللي يمكن أن تحصل إذا أردنا يعني قروض من البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، كل هذه المؤسسات أمريكا تسيطر عليها أو لها هيمنة عليها. هذا جانب، هذا ممكن أن يبحث، ولكن القضية الأهم هو انتقالنا إلى نظام المنصة أو سويفت، وهو نظام عالمي. هذا الأمر هو الذي أدى إلى حصول هذه الأزمة. يعني كل ما ممكن يجري الحديث عنه في الجانب السياسي والاقتصادي هذا قابل للنقاش، ولكن هذه مسألة حتمية لا يمكن التهاون بها. ولذلك أنا لا أعرف كيف ممكن أن يتعامل الأمريكان معنا. هل ممكن يستثنوننا مرة ثانية بضعة شهور من نظام سويفت؟ وأنا قلت أنه في حال حصل ذلك سيعود تهريب العملة مثل ما كان، وهذا أمر يعني غير صحيح. نحن لا نريده، وإنما نريد آليات لضبط تهريب العملة وضبط إيقاع الاقتصاد العراقي، بحيث لا تكون العملية مجرد يعني إما يستمر تهريب العملة، وإذا لم تهرب العملة يجب أن يرتفع الدولار. هذه معادلة خاطئة، وهذا أيضا مدعاة لأن تفكر الطبقة السياسية العراقية في كيفية نقل العراق من الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد متعدد لا يعتمد فقط على النفط، حتى لا نقع في مطبات مثل هذه، سواء كان عند ارتفاع أسعار النفط أو انخفاضها.